مساء الفل والهنا والسعادة والتفاؤل والحب، مساء كل حاجة حلوة عليكم. رجعت لكم تاني في حلقة جديدة مع دكتور إيهاب صبحي بكري، أستاذ دكتور الجهاز الهضمي والكبد والحميات القصر العين. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. حضرتك النهاردة هتكلمنا عن ما دور الكبد في تنظيم السكر بالنسبة للإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا في البداية بنحب ننوه ان الكبد هو العضو المنوط بتنظيم نسبة السكر في الدم، وهو ليه دور جامد فيها، وده تم اكتشافه حديثا، بالإضافة لانه يعتبر المعمل الداخلي للجسم لضبط كل المكونات الكيميائية للدم. وبالتالي الكبد لما بيصاب اي مريض بمرض السكر بيبقى فيه اضطراب في نسبة السكر في الدم، بيبقى ليه انعكاسات. طبعا من المعروف ان مرض السكر ليه انعكاسات على كثير من الاعضاء في الجسم، ولكن حظ بعض الاعضاء من هذا التأثير بيبقى زيادة شوية، ومن الاعضاء دي بيبقى الكبد. طبعا عشان اقرب الموضوع بصورة مبسطة، احنا هندي مثال بسيط. اثناء النوم، الفترة اللي الواحد بينامها سواء من 8 ل 10 ساعات، هذه الفترة طبعا الواحد ما بيبقاش فيه تناول لأي أطعمة خالص. في الوقت نفسه في وظائف حيوية بتنيها مستمرة طوال هذه الفترة، وهذه الوظائف بتحتاج الجلوكوز كمصدر أساسي للطاقة، زي عضلة القلب وزي عضلات التنفس وزي بعض المراكز في الجهاز العصبي والجسم كله. اللي بيأمن نسبة السكر في الدم أثناء غياب الطعام هو الكبد، والكبد بيضخ كميات من السكر في الدم أثناء فترة النوم كافية لاستمرار هذه الوظائف وعدم الخلل فيها أو عدم حدوث اضطرابات نتيجة نقص السكر اللي بيعتبر مصدر الطاقة الأساسية. فمن هنا نقدر نعرف أن الكبد ليه دور حيوي ومهم في تثبيت نسبة السكر أثناء عدم الأكل. وحاجة تانية برضو بنحب ننوه ليها، ان الدور ده بينتهي اول ما الانسان بيستيقظ من النوم ويبدأ يتناول وجبة الفطار، ومن هنا بتيجي الاهمية القصوى لوجبة الفطار عن اي وجبة في وجبات اليوم بحاله، لان احنا اول الواحد ما بيستيقظ وبيبدأ يفطر، اوكي متشكرين يا كبد لحد كده، بتبدأ بقى يحصل امتصاص للسكريات من جهازه الهضمي وبنريح الكبد. وبرضو دي فرصة نلفت النظر، لان للأسف كتير من احبائنا المرضى واصدقائنا موضوع الفطار بيبقى مشكلة بالنسبة لهم. يعني في ناس يقول ما بيجليش نفس الصبح، في ناس يقول انا بروح افطر مع زمايلي في الشغل او حاجة. طبعا التأخير في الفطار هنا يساوي عندنا ان الكبد يتنيه شغال وان الكبد يجهد، ومع الوقت هذا الاجهاد بينعكس على الوظائف الحيوية في الجسم. ففرصة من خلال البرنامج الجميل ده ان احنا نلفت نظر الناس كلها لأهمية وجبة الفطار وعدم تأخيرها، علشان نوفر طاقة الكبد لوظائف تانية بيشتغل فيها في الجسم على مدار اليوم. وبالتالي لو فطرنا بدري، وفي ناس بتقول طب ايه اللي ملوش نفس يفطر، في ناس بتصحى الصبح ملهاش قابلية للأكل، نقول له كوباية لبن عليها معلقتين عسل أبيض. اللبن هيعادل الحامض اللي متحوش في المعدة طول النهار فيحسن حركتها، والعسل الأبيض هيأمن نسبة السكر ويريح الكبد. فيعتبر كوباية لبن عليها معلقتين عسل أبيض دي وجبة فطار كافية جدا. وبعد كده لما يروح الشغل بقى بيحب ياكل مع زمايله وبيحب يفطر اللي هو عاوزه، بس دي هتحيد لنا الكبد وتريحه علشان في وظائف تانية هو بيقوم بها أثناء اليوم. فمن هنا بنقدر نعرف إن الكبد عضو أساسي في منظومة تنظيم السكر في الدم. ويكفي ان اقول ان بعض امراض الكبد المتاخره، يعني لما بيبدا التليف مثلا ياثر على جزء كبير من وظائف الخلايا الكبديه، بيظهر لنا نوع من اختلال السكر ولكنه ليس مرض السكر. يعرف اصطلاحا طبعا زملائنا وابنائنا الاطباء يعرفوا الكلام ده، موضوع هيباتوجينس دايابيتس، يعني ده خلل في نسبه السكر ناتج عن قصور وظائف الكبد. وبالتالي لما بيجي نعالجه ما بيبقاش علاجه العلاج التقليدي للسكر، علاجه هو تحسين وظائف الكبد، وتحسينها عن طريق الأدوية اللي بتقلل خلفية أو التحميل بتاع التليف على الوظائف. فده يدينا خلفية عن أهمية الكبد في تنظيم نسبة السكر في الإنسان العادي. لو جينا نتكلم بقى عن مرض السكر، مرض السكر اصطلاحا يعني بيعرف انه اضطراب في نسبة السكر يميل الى الارتفاع ناتج عن احد عوامل او الثلاث عوامل مع بعض.
إما نقص في نسبة الإنسولين في الدم، وبالتالي كما هو معلوم إن الإنسولين هو الهرمون اللي بيدخل السكر داخل الخلايا علشان يتم استخدامه في الوظائف الحيوية بتاعتها، أو نقطة تانية يكون إفراز الإنسولين طبيعي ولكن الخلايا ما بتستجيبش ليه، فيما يعرف اصطلاحا عند زملائنا وأحبائنا الإنسولين ريزيستنس أو عدم الاستجابة للإنسولين. بدون قطع كلامك دكتور، في رجب معنا تليفون. اتفضل. رجب من الأردن، أهلا وسهلا. ألو، من الأقصر. أسفة. السلام عليكم. من الأقصر، عليكم السلام. أيوة رجب، اتفضل. تحياتي ليكم، تحياتي ليكم وتحياتي لفريق الإعداد المحترم. ميرسي خالص. أهلا بيك يا فندم. اتفضل يا رجب، قول سؤالك. عندي الضغط، الضغط دائما مرتفع، وبعد كده بيحصل عندي انهجام بنهج جامد ونار في رجلي اليمين من أول مفصل الحوض لغاية القدم تحت، نار مولعة جدا. تمام. اتفضل يا رجب، معاك. يا ريت عاوز حاجه كده دكتور. طيب ممكن اسالك بعض الاسئله يا استاذ؟ سيادتك مدخن يا استاذ رجب؟ كنت بدخن ولما قعدت كشفت وعملت تحاليل بطلت. طيب كويس قوي. هل بتاخد اي ادويه لتخفيض نسبه السكر، نسبه الضغط قصدي؟ الضغط باخد برشام ب 11 وربع 5 مللي. طيب كويس. ومع القياس هل بتستجيب كويس ليه ولا الضغط بينفلت من وقت للتاني؟ والله دايما عاوز انام كده، عاوز انام وحرقان في رجلي، نار نار، حرقان نار في رجلي. بتحب الحوادق شويه والحاجات اللي فيها توابل يا استاذ؟ لا ما باكلش حوادق يا دكتور. الشاي اخباره ايه معاك؟ الشاي بشرب 3 مرات في اليوم. كتير كتير يا عم رجب. هو طبعا حاضر، هرد على حضرتك حالا. شاكرين يا دكتور. تحت امرك، تحت امرك. شكرا يا رجب. طبعا الأستاذ رجب بيقول شكوى بنشوفها كل يوم في عياداتنا. أيوة. وفي تعاملنا مع الإخوة المرضى، وهو إن الضغط ساعات بيحصل بعض الإنفلات حتى تحت العلاج نتيجة إما ارتفاع الأملاح، وطبعا 3 كوبايات شاي كتير في اليوم لو حطينا معهم التوابل ولو حطينا معهم أكل بعض المواد الحريفة، فارتفاعات الأملاح أو ارتفاعات الدهون بتعمل خلل في ضغط الدم، والخلل ده ممكن يصل ببعض الأوقات إن هو يخرج الضغط عن منظومة الانضباط بتاعة العلاج. فأنا بنصح الأستاذ رجب أنه يعمل تحليل للأملاح وللدهون في الدم، وإذا اقتضى الأمر تغيير علاج الضغط بعلاج يكون له فاعلية أقوى يكون أحسن. وطبعا أنا بس بقوله أن الحرقان والألم اللي بيحس بيه ده نوع من التهاب الأعصاب الطرفية، والتهاب الأعصاب الطرفية بيحصل مع انفلات الضغط أو بوادر اضطراب السكر. فأنصح برضه أنه هو يعمل تحليل للدهون والأملاح وما يعرف بالسكر التراكمي، ومن نتيجتهم مع الفحص ان شاء الله نوصل لسبب اللي عنده يتعالج ويكون بصحه وسلامه ان شاء الله. معنا تليفون تاني يا دكتور. تحت امرك يا فندم. محمد من المنوفيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الو استاذ محمد. انقطع الاتصال. طيب ماشي، مفيش مشكله. نرجع لتعريفنا لمرض السكر، وقلنا ان مرض السكر بيأتي اما من نقص نسبة الانسولين نتيجة ضعف افرازه من البنكرياس، او بيحصل نتيجة عدم استجابة الانسجة للانسولين الطبيعي اللي بيعرف اللي بيفرز من داخل البنكرياس فيما يعرف اصطلاحا بمناعة السكر او الانسولين ريزيستنس. وفي سبب ثالث، وهو ان نتيجة خلل في عدم دخول السكر داخل الخلايا بيبقى في نوع من الجوع داخل الخلية، فبيبقى في نبضات بتوصل للجهاز العصبي بتأمر الكبد بإفراز السكر، فبيفرز نسبة جلوكوز في الدم أعلى مما هو طبيعي. طب هل يا دكتور مريض السكر ده بيكون وراثة؟ هو اللي بيورث من السكر هو الاستعداد لحدوثه. وهو فعلا طبعا احنا بنلاقي ان لما بيكون في الجدود او في الاباء او في الامهات في مرضى سكر طبعا، وتم عزل بعض الجينات يعتقد بان هي سبب مباشر، ولكن احنا بنقول كلمة في منتهى الاهمية، ما يورث بالنسبة للسكر ليس المرض ولكن الاستعداد لحدوثه. بمعنى ان لو نفس المريض تعرض لعوامل معينة هو وواحد تاني ما عندوش الاستعداد الوراثي، ففرصة الإصابة بالسكر بتكون اللي عنده استعداد وراثي أكتر، لكن مش بالتبعية كل حد أبوه أو أمه مريض سكر إن هو لازم يبقى مريض سكر. إحنا عندنا عوامل كتيرة سيادتك بتتدخل مع العامل الوراثي، العامل الوراثي بيدي استعداد للجسم، لكن لو جينا نشوف العوامل اللي بتؤدي للإصابة بالسكر، أول حاجة السمنة المفرطة، زيادة الدهون والشحوم وبالذات منطقة سمنة البطن.
دي بتبقى من العوامل المؤهلة، لأنها بتخلي الأنسولين نفسه استجابته للأنسجة بتاعته بتبقى ضعيفة، ومن ناحية تانية ما بيبقاش في انضباط طبعا مع الحالات دي للنمط الغذائي، فبتبقى قابلة للسكر جامدة. التدخين، ودي طبعا من الحاجات اللي تم إقرارها بالتأكيد في 2005 في مؤتمر الجمعية الأوروبية للغدد الصماء في لندن، إن التدخين يسبب الإصابة بشكل مباشر وغير مباشر بالسكر لمن هم دون سن الخمسين. ففرصة برضو من خلال البرنامج الجميل ده ومن خلال القناة الجميلة إن نوجه نداء للإخوة المدخنين إن يقلع عن التدخين في أقرب فرصة، نظرا لارتباطه الأساسي بحدوث مرض السكر وارتباطه بمرض الضغط في نفس الوقت. فإحنا قلنا نمرة واحد السمنة، نمرة اتنين التدخين. بعض استخدامات الأدوية الخاطئة فيما يعرف اصطلاحا بالدراج أبيوز أو سوء استخدام الأدوية، كتير من الناس بيستخدموا أدوية ولا يعلم إنها ممكن تأثر على نسبة السكر عنده وتأذيه، على رأسها المسكنات والكورتيزونات، إضافة برضو لبعض السلوكيات يعني الغير منضبطة من كتير من البنات اللي بتعاني من النحافة، يحاولوا ياخدوا كميات من الكورتيزون عشان جسمهم يزيد أو حاجة زي كده، ودي حاجة بنشوفها. معنا خالد، نقطع كلام اتفضل. معنا خالد من دمياط. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه أستاذ خالد. أيوه معك الدكتور. اتفضل يا أستاذ خالد. اتفضل. ممكن توطي التلفزيون عندك يا أستاذ خالد؟ طيب واضح. اتفضل يا استاذ خالد سؤالك. ايوه حضرتك ابعد عن التلفزيون يا استاذ خالد، مش هينفع كده. الحموضه دي بتزيد في اوقات بالنهار ولا بالليل اكتر؟ الحموضه اكسام مضاده. ايوه تمام. اكسام مضاده. اكسام مضاده لايه؟ هو اكسام مضاده يعني حالته عامله. حضرتك لو سمحت يا استاذ خالد ممكن تبعد عن التلفزيون او توطيه وتبعد عنه خالص. والله انا في الشارع. طب اتفضل. انت بتقول عندك احساس بالحموضه، هل بيبقى بالليل بس ولا على مدار اليوم؟ اجسام مضاده. اجسام مضاده المرض ايه؟ مفيش امراض. ما هو الاجسام المضاده دي بتبقى نتيجه حاجه معينه في الجسم الجهاز المناعي بيكونها. فاللي قال لك التحليل اللي عملته الأجسام المضادة عملته بناء على ايه؟ انا حللت البلهارسيا. اجسام مضادات البلهارسيا. تمام. تمام كويس كويس. طيب ايه الاعراض اللي بتشتكي منها؟ لا ما فيش بقى من اعراض. هو الدكتور كاتب لي على هيبوفورد، افضل امشي عليها على طول؟ لا طبعا، هو انا هوضح لك. حاضر الامور، تحت امرك يا استاذ. حاضر حاضر. هنطلع فاصل يا دكتور وهنرد بعد الفاصل. تحت امرك. في سؤال للاخ المشاهد كان بيتكلم عن مضادات البلهارسيا، وانا بشكره على السؤال ده، لان ده من الحاجات اللي بنشوف فيها شيء من التجاوز لمن لا يعلم حقيقه الامر بصوره واضحه ودقيقه. احنا بنقول ان اي واحد بيصاب بالبلهارسيا ولو مرة واحدة في حياته، الجهاز المناعي بيكون مضادات لهذه البلهارسيا. المضادات دي بتتنيها في الدم لآخر يوم في عمره. طبعا البلهارسيا من الحاجات اللي لها مدى معين وبعد كده بتموت، ما بتقعدش مع البني آدم طول العمر، إنما المضادات بتاعتها هي اللي بتتنيها موجودة في دم الإنسان لحد آخر يوم، سواء البلهارسيا دي في إصابة حديثة أو إصابة قديمة وخف منها وانتهت. فالمضادات الخاصة بالبلهارسيا زيها زي المضادات الخاصة بالبكتيريا الحلزونية، الاي جي ام والاي جي جي بتوع البكتيريا الحلزونية، نفس المضادات دي إذا تكونت لا تتكسر، الكبد ما بيكسرهاش وبتتنيها في دم المريض. طيب هل ليها أهمية من الناحية التشخيصية؟ الإجابة لا، لأن إحنا دي بتقول إن ده أصيب بالبلهارسيا زمان وخلص الموضوع، ولكن المضادات دي شاهد. فللأسف بنشوف تجاوزات من بعض أطباء بالذات صغيرين حديث التخرج، إنه يدي له علاج البلهارسيا ويقول له عيد تحليل المضادات، يعيد التحليل يلاقي المضادات موجودة. طبعا ده ما يصحش وده غلط، وإحنا بننوه إن وجود هذه المضادات في الدم ليس له أي قيمة تشخيصية نهائي، وإن وجودها من عدمه ما يسويش عندنا حاجة، لأن لا المضادات دي
بتأذي الكبد ولا بتأذي أي حاجة في الجسم، هي بتقول إن هذا الإنسان في فترة ما أصيب بالبلهارسيا وخلاص. ومهما خد من أدوية للبلهارسيا ومهما خد من أدوية لأي حاجة، المضادات دي ما بتروحش. فأنا بوجه نداء للأطباء حديث التخرج وأبنائنا وبرضه لغير المتخصصين في الجهاز الهضمي والكبد، لما تلاقي المضادات دي طمن العيان وهي ما بتأذيش في حاجة، هي بتقول إن في يوم من الأيام أو في فترة ما من حياته جات له بلهارسيا وخف منها، لأن هي البلهارسيا بتأذي بتكرار مرات الإصابة وليس بالإصابة مرة واحدة. حضرتك بالنسبة للمريض اللي عنده السكر وبيعمل في علاجه؟ لا طبعا ما بياخدش ليه علاج وبيعتبر انه مرض عادي، هل ليه تأثير بعد كده؟ هو طبعا للأسف هذا السلوك احنا بنشوفه عند حبايبنا المرضى المصريين بالذات، ان حتى في بعض المرضى لما ياخد علاج السكر ويلاقي الامور مظبوطة يقوم وقف العلاج، يقول انا طيب ما انا اخدت علاج السكر بقيت كويس هاخد العلاج تاني ليه؟ ايوه ده اللي بيحصل. طبعا ده يعني سلوك خاطئ بنسبة 100%، واحنا مش عايزين نبقى زي النعامة اللي بتحط راسها في رمل وفاكر الناس مش شايفينها. الكلام ده ما يحصلش. سكر او الضغط طالما جم لازم العيان يهتم بحاجتين، العلاج والمتابعة، لان العلاج ده هو حصن الامان باذن الله ضد المضاعفات بتاع المرضين دولت، والمتابعة لان العلاج ده احنا مش هنمشي على شريط سكة حديد طول عمرنا، يا اما المرض نفسه بيتطور يا اما الانسان مع تقدم العمر بتتغير اكتيفيتي او تفاعله مع المرض، يا اما بتستحدث حاجات عليه تقتضي تغيير العلاج. فالمتابعه اساس في تقييم وفي علاج حالات الضغط والسكر. معنا اتصالات كتير يا دكتور. ماشي معنا محمد من الاقصر، اسف انا قطعت. اتفضل استاذ محمد. ايوه الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. ايوه استاذ محمد. وبركاته. ايوه معاك. اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل لو سمحت يا دكتور، انا عايز نسبه من السكر، نسبه سكر مثلا 120 130 وكل صايم ممكن توصل ل 140 عشوائي مثلا بعض العصر كده اجيب على 198. الكلام ده تحت العلاج ولا لوحده؟ لا باخد علاج معاه، باخد كرون سيستم. تمام. فمش عارف اخدت وعلاج تراكم من اسبوع. ايوه 7.3 زي الفل. سن حضرتك قد ايه يا فندم؟ نعم سن حضرتك قد ايه؟ 63 يا دكتور. بسم الله ما شاء الله، 7.3 السكر التراكمي. ده رائع بسم الله ما شاء الله. طب لا قدر الله حضرتك بتاخد ادويه للضغط معاه؟ لا لا الضغط سليم. السكر في اي شكوى بدنيه بتحس بيها سيادتك يا فندم؟ لا حاليا ما فيش، وكان حزام ناري وبعد كده يعني الحمد لله خف شويه. الحمد لله. سيادتك مدخن يا فندم؟ لا ما بدخنش. لا بقى كده نزعل بقى. حاضر يا استاذ محمد، تحت امرك تحت امرك. طبعا استاذ محمد من الاقصر. طب ناخد رجب طب ماشي. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه استاذ رجب، ممكن اكلم الدكتور سكر؟ تحت امرك. اتفضل يا استاذ رجب، تحت امرك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب. كنت بس من مرض الاسهال عندي في معدتي، اديله فتره طويله معايا مش راضي ينقطع. عدد مرات البراز كم مره في اليوم؟ ده ممكن تعدي يعني ممكن تعدي العشر مرات، لدرجه اني عامل لي مشاكل لحد وكل البراز لين. كل البراز لين ولا ساعات بيبقى فيه اسهال وساعات بيتماسك؟ لا هو ميه خالص، ميه. سيادتك بتاخد ادويه لاي امراض لا قدر الله، ضغط او سكر او حاجه؟ لا ولا اي حاجه الحمد لله. ولا اي حاجه؟ لا. طيب الاسهال ده بيبقى معاه ساعات مخاط او دم؟ كان بيبقى معاه مخاطة ودم، بس مشيت مع دكاترة وقفوا الموضوع ده. ولكن فضل الاسهال معايا لدرجة قعدت تحولت على القصر العيني. أيوة. فترة طويلة فيه. بس حد عملت منظار هناك؟ عملت منظار من فوق وشرجي. الشرجي. هل خدوا عينات؟ خدوا عينات. قالوا لك ايه بقى بعد تحليل العينة؟ قالوا اسهال مزمن مع نقص في جهاز المناعة، ادي اللي بينته. ما حدش جاب سيره تقرح في القولون، قرح في القولون او حاجه؟ لا ولا اي حاجه. طيب انت سيادتك في الاسر ما تدوكش اي ادويه يعني زي الحاجات اللي بتتعامل مع الاسهال المزمن زي البنتازا او غيرها، وقالوا لك الادويه دي تمشي عليها لمده 6 شهور؟ لا انا اخذت جميع الادويه، كنت لا اللي ينفع معايا ممكن حاجات مش شديده في المضاد الحيوي. ايوه بص بعد فتره 3-4 ايام وكانك انت عامل سد ويروح مفلوس مره واحده. عرفت بعد كده ما ينفعش معايا اي علاج ثاني، بضطر يجددوا الموضوع بعين ما فيش فايده برضه. تمام.
تمام يا فندم. حاضر حاضر يا استاذ، تحت امرك. شكرا. معنا محمد من الجيزه برضو. تمام تمام يا فندم. الو، قطع الاتصال. طيب او احنا حاول تتصل بينا تاني يا محمد. هنشوف الاول الاستاذ رجب في موضوع طبعا الاسهال المزمن. لما الاسهال طبعا هو بيعرف اصطلاحا بانه ان المريض بيجيب اكتر من 6 مرات بغاز في اليوم، وشرط انهم يكونوا كلهم لينين، ما يبقاش متماسك ويلين. طبعا الاسهال في الانماط الحاده بتاعته، حتى لو العيان ما خدش ادويه، مجرد ان هو بيعيش على السوائل او الاكل الخفيف، بنقدر نقول انه زي ما بيقال اصطلاحا سيلف لامت الديزيز، ممكن يخف لوحده نتيجه تعامل المناعه مع الميكروبات اللي موجوده. لكن طبعا طول فتره الاسهال واحتياجه ان هو يعمل منظار، طبعا في القصر العيني عندنا ما بتعملش منظار الا في الحالات اللي هي الاسهال المزمن اللي ما بيبقاش فيه سبب ظاهري ليه. فهم قالوا له انت عندك نقص مناعه، ونقص المناعه ده هو اللي عامل نشاط ميكروبي وعامل اسهال. طبعا انا بستاذن طبعا الاستاذ ان هو يجيب الملف كامل بتاعه ونشوفه والحاله تدرس، لان مشكله الاسهال مش في انه بيدخل الحمام مرات كتيره. الاسهال بيفقد الجسم نسبه ميه عاليه، وفقدان الميه دي قد يؤثر على وظائف الكلى. ناهيك طبعا عن ان هو قال ان الاسهال بيبقى معاه تقل، فلازم الحاج محمد يبقى تحت المتابعه ونراقب وظائف الكلى كويس عشان ما يحصلوش ما يعرف بالجفاف الداخلي اللي بيجي نتيجه القيء المزمن او الاسهال المزمن، وده بيأثر على وظائف الكلى. ونشوف تقرير العينه اللي اتاخدت من القولون عنده ايه اللي طالع فيها، وان شاء الله يتعالج ويبقى زي الفل. بالنسبة للأستاذ اللي قبل منه اللي كان اتكلم عن السكر بتاعه، هو طبعا السكر التراكمي بالنسبة لسنه وهو فوق 60 7.3 يعتبر مثالي. وإحنا بنقول إن الجايدلاينز أو التقييمات الحديثة في الجمعيات العلمية الخاصة بالسكر بتقول إن كان زمان يقولوا تايت كنترول، يعني يبقى سيطرة قوية على السكر، ولكن طبعا باستمرار الأبحاث العلمية والمتابعة لقينا أن الناس كبار السن ما ينفعش السيطرة القاسية على السكر عندهم، لأن قابليتهم لهبوط السكر بتبقى أكتر من ارتفاعه. فتم الاتفاق في آخر جايدلاينز نزلت عن الموضوع دوت، أن السكر التراكمي عند من هم فوق 60 يكون من 7.5 لـ 8، ده يعتبر مقبول جدا بالنسبة لنا. الأستاذ طبعا قال أن التراكمي بتاعه 7.3، ده يعتبر معقول، بس نصيحتي لي أن كل 3 شهور بيقيس السكر التراكمي، بياخد العلاج بانتظام، الأكل يبقى بمواعيد منضبطة، يحافظ على عنصر الحركة، لأن عنصر الحركة من الحاجات اللي بتساعد في زيادة إفراز الإنسولين الداخلي. وأهم حاجة لا يهمل المتابعة، زي ما قلنا أن مريض السكر بيبقى فيه متغيرات كتيرة، إما تغير طبيعة المرض، وإما تغير رد فعل الجسم تجاه الأدوية، وإما تغير الظروف الداخلية للجسم. هنقطع حضرتك يا دكتور، معانا محسن من بورسعيد. أهلا وسهلا. ألو. أهلا وسهلا. ألو. اتفضل يا أستاذ محسن، أهلا بيك. ألو. ألو. ممكن توطي التلفزيون عندك يا أستاذ محسن؟ أيوة يا فندم. أيوة. أهلا يا أستاذ محسن، اتفضل يا فندم. اتفضل. تحت أمرك. أيوة. إيه سؤالك؟ عليكم السلام. عليكم السلام يا أستاذ محسن. ايه سؤالك يا استاذ محسن؟ الله يكرمك، الله يصلح حالك، ربنا يكرمك. اتفضل يا فندم. لو سمحت يا دكتور، انا كنت مريض كبد. فيروس سي؟ فيروس سي. وخدت العلاج وخفيت بالسلامه الحمد لله؟ وخدت الحقن، وبعد كده خدت العلاج الجديد. واتاكدت من زوال المرض الحمد لله؟ واتاكدت الحمد لله، بس في الحمد لله رب العالمين، بس في اعراض عندي في اسفل البطن، يعني عند القولون كده. طب سيادتك خدت التطعيم بتاع فيروس بي اللي هو بعد فيروس سي بعد العلاج؟ عباره عن لا، ما التطعيم عباره عن ايه يا، في تطعيم بيتاخد لفيروس بي بعد الشفاء من فيروس سي اللي هو بيبقى 3 حقن. لا ما خدتش التطعيم دوت؟ لا ما خدتش التطعيم، لان كان بقاله زمان. المهم عملت التحاليل بعد ال... طيب يا فندم، انت بتحس بالم اسفل البطن؟ عملت تحاليل. انت بتقول لي دلوقتي شكوتك انك بتحس بالم وغليان اسفل البطن، صح كده؟ بحس بالم وحرقان،
مودح في جنبي كده. ايوه وفي... انت بتحب الشطه والحوادق شويه؟ كنت انا اصلا بحب الشطه اللي عندي نقرس يعني عندك املاح عاليه في الدم. طيب. طيب يا حبيب قلبي، ما انت دلوقتي الالم اللي بتحس بيه اسفل البطن دي المثانه والحوالب، ولما بيطلع لفوق بيسمع في الجنب ده حوض الكلى، فده كده في التهابات عندك في حوض الكلى وفي المسالك البوليه. وكل سنه وانت طيب، لازم تتعالج بسرعه دي، لان قبل رمضان، لان كما تعلم سيادتك ان زياده الاملاح لو دخلنا عليها بالصيام بتزيد اكتر. فانت بتعمل تحليل للبول وتحليل الاملاح في الدم وفي البول، وبتتحدد كميتها وبتاخد علاج وبتمشي على نظام سوائل عشان ان شاء الله تعالى نتخلص من الاملاح دي قبل رمضان. كل سنه وحضرتك طيب. ماشي، شكرا. معانا ابو جنى من اسكندريه. الو، سهلا. اهلا وسهلا. الو، ايوه اتفضل يا استاذ. اهلا بيك. ايوه يا فندم، ابو جنى معاك يا فندم. اهلا يا ابو جنى. اهلا دكتور. والله يا دكتور لو سمحت، انا كان عندي ورم على المستقيم وعلى القولون. ايوه، ودخلت اعمل عمليه عشان هم يشيلوا الورم، فلقوا الورم كبير في مرحله متقدمه. وما شالوهوش، فعملوا لي تغيير مسار وسابوا لي الورم، قالوا لي هتمشي على الكيماوي عشان هو ماسك في عظمه الحوض والمثانه والبروستات. هو عامل تشعبات والتصاقات من الصعب تسليكها واستئصالها. طب الحل بتاعه ايه يا دكتور ده؟ يعني قالوا لي نمشي على الكيماوي فتره ونشوف الكيماوي تجيب نتيجه ان شاء الله. تمام. تخش تشتغلوا في جراحه. تمام. حاضر، تحت امرك. فانا ماشي في الكيماوي حاليا، بس فيدني يعني، هل الكيماوي ده هيفيدني او الحاله صعبه ولا ايه؟ بس يعني لا، ان شاء الله ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. هم ببساطه شديده في دراستهم للورم اللي في المستقيم عند سيادتك لقوا ان هو الورم متشعب وعامل التصاقات في اعضاء محيطه لا يمكن زي ما نقول بالبلدي كده تسليكها داخل الحوض. ففي الحاله اللي زي دي بيحصل تغيير للمسار بتاع البراز واعطاء علاج كيماوي وساعات علاج بالحقن الموضعي للورم نفسه، بحيث ان هم يمنعوا تضخمه ويمنعوا انه يبعت ثانويات للكبد والاعضاء الجسم الاخرى. فنصيحتي لسيادتك يا فندم تتابع مع الفريق المعالج ليك، ويتم الاطمئنان بدلالات الاورام وبالاشعه المقطعيه على الحوض على سير الورم، وان شاء الله ان شاء الله ممكن الحاجات دي بيقول بالبلدي كده تكتفه، ما يقدرش يعمل لك اي مضاعفات، وربنا يعافيك باذن الله. معنا صابر. تمام يا فندم. كتير يا دكتور. لا، عينينا يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه يا استاذ صابر، اتفضل يا استاذ صابر. ايه سؤال حضرتك؟ الو. ايوه معاك. اهلا يا استاذ صابر، اتفضل يا فندم. عايز اكلم يا دكتور، انا عندي امساك وانتفاخ في بطني. امساك يعني بتقعد باليومين مفيش براز خالص؟ لا، في مره واحده في اليوم. طيب، ما هو تعريف الامساك زي ما بنعلمه للطلبه عندنا في كليه الطب ان هو يومين كاملين بدون باص. يبقى مشكله حضرتك ان التفريخ بتاع القولون مش كامل، صح كده؟ يا دكتور، اتفضل يا دكتور. ممكن توطي التلفزيون يا استاذ ايهاب؟ يا استاذ صابر، انا يا دكتور عندي امساك ودايما عندي هرش في جسمي، تفتيح في جسمي جامد. ايوه، هرش في جسمك. سنك قد ايه يا استاذ صابر؟ عندي 45 سنه. سيادتك مدخن يا فندم؟ ايوه مدخن. طيب، ما اطمنتش على قياس نسبه السكر في الدم في الفتره اللي فاتت؟ حللت سكر وقت غدد سكر وغدد وسكر وغدد، وقالوا لك ايه؟ دكتور الغدد طلب مني اشعه على الغدد، واداني حقنه اللي هي بتاخدها كل اللي اسمها سانتورين، ديت هي بتاعت الكيماوي اللي ب 60 جنيه، مشيت عليها 8 اشهر. وبعد ما مشيت عليها 8 اشهر يا دكتور، دكاتره حشوني عليها وجات كيماوي، دي كيماوي وما تاخدهاش وغلط. طب السؤال انت بتقول نسبه السكر لما عملت التحليل كانت منضبطه ولا كان سكر عالي شويه؟ منضبطه يا دكتور، ما فيش سكر. طيب، انت دلوقتي بتجيب كل يوم مره واحده براز، لكن حاسس بانتفاخ والم في البطن. الم وانتفاخ في مسارين وبطني، ولو مغزى بينزل مني اريح كده غازات. جميل. عملت اي اشعات على البطن؟ اشعه تلفزيونيه او مقطعيه؟ اشعه تلفزيونيه على البطن كل يوم عنده دكتور يا دكتور. طب واحده، وقالوا لك ايه في الاشعه؟ قالوا لي ما فيش حاجه، في ماشيين على بنتازه شويه. ايوه كده، بنتازه. يبقى عندك دلوقتي التهابات تقوحيه في القولون من جوه، هي اللي عامله كده. بعد ما مشينا على لو مغزى يا دكتور، بعد ما مشينا على بنتازه شويه. وطبعا لخبطوني الدكتور ده يزبني على دي واللي يقول لي المناعه نازله عندك. طب سؤال، لما خدت البنتازه استريحت عليها؟ استريحت عليها نسبه صغيره. تمام، حاضر. عينيا. الدكتور ده محولني للدكتور ده والدكتور ده. لا، ان شاء الله هنقول لك الطريق المباشر والمختصر باذن الله، تحت امرك.
معانا تليفون تاني يا دكتور ايهاب من المنيا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه استاذ ايهاب. ازيك يا استاذ؟ عامل ايه يا استاذ؟ استاذ دكتور مصطفى. دكتور ايهاب مع سيادتك. دكتور ايهاب معاك. ايوه انا دكتور مصطفى. انا عندي مريض سكر دي من 2016. تمام. والسكر عندي عالي على طول، 200 ما بينزلش عن 247. بتاخد العلاج بتاعه قراص ولا انسولين؟ باخد، لا باخد امريل 3 وباخد كوسوفاج موكسوفاج بعد الغداء. ودايما السكر عالي. ودايما السكر عالي على طول. تمام، حاضر. عينيا حاضر يا فندم. شكرا يا استاذ ايهاب. طبعا الاخ الخاص اللي كان بياخد البنتازه بتاع موضوع القولون، طبعا هو اما ادوا له البنتازه دي بتستخدم في علاج التقرح القولوني، وده مرض مناعي بتتكون مضادات بتعمل تاكل في الغشاء المخاطي بتاع القولون. طبعا الانتفاخ اللي هو بيحس بيه والالم ده ناتج ان المرض اكتف قوي عنده. تقييم الحاله ما بيبقاش بالاشعه المقطعيه قد المنظار، فانا نصيحتي ليه انه بيعمل منظار شعبي، وبتتاخد عينه من اماكن الاصابه، وبعد ما بتتاخد العينه دي بتقيم الحاله ويمشي مع حد متخصص جهاز هضمي. ليه؟ علاج التقرح القولوني للاسف يعني احنا بنلاقي بعض الزملاء في تخصصات تانية بيبداوا مع المرضى ويدهولهم، وللاسف بيبقى ليه انعكاسات مش كويسه. فهو محتاج يتعمل منظار ويتاخد عينه من مكان الاصابه، نقيم درجه التقرح القولوني، يتحط على علاج تحت المتابعه، لان كلامه بروح لاكتر من دكتور، هو اكيد بيروح لناس مش متخصصين جهاز هضمي، وبالتالي العلاج ما بيجيبش نتيجه والحاله بدات تاثر عليه نفسيا. بالنسبه للاستاذ الاخر هناخد تليفون يا دكتور حمدي. السكر الغير حمدي من هنا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا استاذ محمد. استاذ محمد اسفل. ايوه يا فندم. السلام عليكم يا دكتور. ازيك يا استاذ محمد، اهلا بيك. معلش يا دكتور ايهاب، انا واقع في مشكله بتاعت الوالد، ربنا يعزك يا فندم. انا واقع في مشكله بتاعت الوالد، هو مريض سكر تمام وضغط وقلب تمام. بدون مقدمات كده من 3 ايام حصل معاه قيء ودوخه وعدم اتزان. طبعا خدته في الوقت اللي احنا فيه ده حاله طوارئ في البلد كلها ومفيش اي دكاتره. لقيت ده نسبة السكر 200 وحاجة تمام؟ مش عالي كده، معقول؟ تمام يا فندم. هو مريض سكر ومواليد 32 يا فندم، معلش انا اسف. تمام لا اتفضل، تحت امرك حبيبي، اتفضل. تمام يا فندم. حضرتك المشكلة عندي دلوقتي السكر يعلى ويوطى، وعنده حالة من على طول عايز ينام وعدم اتزان. بياخد للسكر اقراص ولا انسولين؟ لا اقراص يا فندم. تمام. انا دلوقتي يا فندم يعني قبل اكلم حضرتك من شويه لقيت السكر عنده 80، اضطريت اديله حاجه مسكره، عليت له السكر ب 187. دلوقتي على طول نايم، وبول على طول على طول على طول، حمام بول على طول تمام، وعدم اتزان. فانا هستسمح سعادتك يا باشا، انا اخوك واقع في مشاكل. عيني لا، عينيا تحت امرك طبعا. يعزك ربنا. حاجه كده قول لي على الطريقه والحاجه اللي هعرف اتمشي عليها. حاضر. وانا تحت امرك يا دكتور. وانا اللي تحت امرك حبيبي. لا عينيا ليك، تحت امرك. عينيا تحت امرك. ماشي. هو الحاله دي بتشبه كتير السؤال اللي قبل منها اللي كان بيتكلم عن عدم انضباط السكر. سكر بيعلى ويوطى. طبعا احنا عايزين يعني، هم كويس ان الاخوه دول اتصلوا وقالوا الحاله دي، لان دي وضعيه كنا بنناقشها وما زلنا بنناقشها في الجمعيه العربيه للسكر، فيما يعرف بالسكر المتارجح او الفلكتويتنج دايابيتس. دوت يعتبر اخطر واسوأ انواع السكر، لان السكر لما بيعلى والمريض يبدا الجسم يتفاعل معاه كسكر مرتفع ويرجع يهبط، بتتكون حاجه اسمها ذرات اكسجين نشط. هذه الذرات بتعمل تلف في كل اعضاء الجسم بلا استثناء، حاجه بتعرف اسمها اند اورجان دامج، يعني ذرات الاكسجين النشط تتكون تاذي الكلى وتاذي القلب وتاذي كل حته في الجسم. فطبعا وجود السكر المتارجح حاله خطره، ولازم المريض يتحط على متابعه دقيقه، يعني يفضل طبعا انها تكون داخل مستشفى، بحيث يتقنن علاجه اقراص او انسولين، ويبقى في استقرار وثبات لنسبه السكر. طبعا الاستاذ كان بيتكلم سكره بيهبط زي ما قلنا قبل كده، السن الكبير قابليته لهبوط السكر اكثر حدوثا واكثر قسوه في سلبياتها على المريض. نمره واحد، لان السن الكبير ما بيصلحش هبوط السكر الجسم بسرعه، ونمره اتنين ان هي ممكن تدخله في الدوائر اللي بيشتكي منها. بالظبط. هناخد فاصل ونرجع تاني. تحت امرك. ونرجع تاني. We'll be right back.
رجعنا لكم تاني في برنامج عايشها بسعاده مع دكتور ايهاب صبحي، وهنكمل الاجوبه على الاسئله اللي جات لنا. كنا طبعا مع الاخوه المشاهدين اللي اتصلوا بيتكلموا عن تذبذب السكر ارتفاعا وهبوطا، وقلنا ان ده يعتبر من اسوأ انواع السكر، لان اللي بيحصل ان بتتكون كميه كبيره من ذرات الاكسجين النشط الفري اوكسجين راديكال اللي بتعمل تلف في الاعضاء وبتؤدي لمشاكل يعني قد تفوق في 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 اذيتها للمريض مرض السكر نفسه. احنا بنقول عند هؤلاء المرضى وبالذات كبار السن المريض بيتحط تحت المتابعه الدقيقه وبنشوف العلاج المناسب ليه. اذا كانت الاقراص مناسبه ليه بندي وبنتابع بالقياس وبنتابع بحاله بدراسه الحاله العامه. احنا موضوع السكر بالنسبة لنا مش سكر يتظبط تحليل وبس قد ما حالة المريض العامة تكون تحت عينينا، لان حالة المريض العامة اللي قالها الاخ التاني موضوع الدوار والدوخة وعدم التركيز والهمدان والنوم في السرير فترات طويلة، دي كل دي اعراض مرضية يجب انها ما تكونش موجودة عند مريض السكر، ويجب ان احنا لو اتوجدت نشوف اللي وراها. اللي وراها نمرة واحد طبعا عدم انضباط السكر، ارتفاع السكر وهبوطه بيأثر على كل الوظائف الحيوية. طب يا دكتور هقطع كلامك، هو بيقول بينام كتير مش تمام. ممكن يكون في خلل في وظائف الكلى والكبد؟ لا الكبد بالذات، لان لما السكر بيختل احنا قلنا بتتكون فيه اكسجين راديكال وبتزيد نسبة الدهون في الدم، والدهون دي ترسبها الاساسي بيبقى داخل الكبد، فبندخل في مشكله اسمها الكبد المدهن. والكبد المدهن ده يعني حدوته كبيره قوي، لان هو بيبدا الترسيب داخل خلايا الكبد، ما بيأثرش على الوظائف في الاول، بيتعرض لذرات الاكسجين النشط اللي اتكلمنا عليها قبل كده، فبتتحول الامور من كبد مدهن لكبد ملتهب، وبنشوفها دي في صوره ارتفاع في انزيمات الكبد غير واضح الاسباب الفيروسيه العاديه اللي احنا عارفينها. ولما بتتكرر نوبات الالتهاب مع الوقت قد تؤدي لنوع من تليف الكبد، والتليف يأثر على الوظائف. ويكفي ان اقول لحضرتك ان يعني زمان كان من 15 سنة اما يتلاقى مثلا كبد مدهن في الاشعة التلفزيونية، يعني الواحد كان يسمع من زملاء كتير في البطنة العامة بالذات يقولوا ده كبد دهون على الكبد، والناس كلها عندها دهون على الكبد. من 15 او 17 سنة بدأت تندرس الامور دي بدقة، وبدأنا نعرف ان الكبد المدهن ليس بالحالة الهينة اللي تتساب ونطمن العيان عليها، لا ده لازم الدهون على الكبد تزال. ولازم نعرف ان 1% من الويتنج ليست اللي على قائمة زراعة الكبد في الولايات المتحدة سببها دهون الكبد بس. فبالتالي اذا وجد كبد مدهن او دهون على الكبد عند اي مريض سواء مريض سكر او اي انسان عادي يجب الا يقلل من اهميتها، علشان دي مع الوقت قد تتطور الى تليف كبدي ويأثر على وظائف الكبد بتاعته. طب عايزين ارشادات حضرتك لمنع او تقليل مضاعفات السكر على الكبد، عايزين ارشادات لحضرتك. طبعا القاعده الاصيله في الطب الوقايه خير من العلاج، ان احنا اول حاجه نتجنب ان احنا يجي لنا سكر، لان السكر من الامراض العضال اللي ما بتسيبش حاجه في الجسم ما بتأثرش عليها حتى الحاله النفسيه. فاذا كان في امكانيه ان احنا ما يجيلناش سكر يا ريت تكون احسن طبعا. طب نتقي السكر بايه؟ نظامنا الغذائي ونمطنا الغذائي. اول حاجه النمط الغذائي، يعني عندنا في الطب مواعيد الاكل وتركيب الوجبه الغذائيه. الناس اللي بتفطر متاخر وترجع تروح البيت تتعشى ده من السهر يا دكتور. لا ازاي بقى بيسهروا يا استاذتي الغاليه. كل حاجه في الجسم لازم تمشي بالنظام، ربنا خلق الانسان يعني معجزه بمعنى احنا الكلمة. في الحجر اللي احنا فيه ده يا دكتور الناس مش قادره تنام. الصحه ما تعرفش الصحه ما تعرفش الكلام. الصحه يا استاذتي تعرف الانضباط. وطبعا يمكن يعني انا من خبرتي وعلاقاتي باساتذه خارج مصر، يمكن اكتر ناس بنحبهم في الموضوع ده الجماعه الالمان. الجماعه الالمان ما عندهمش حاجه اسمها اجازه وحاجه اسمها دراسه، ما عندهمش حاجه في حظر. الالمان عندهم لايف سيستماتايزد، في نظام. معانا محمد من حلوين رجع يسال يكمل سؤاله. ايوه الو. السلام عليكم. ايوه محمد اتفضل. اتفضل يا استاذ محمد. معلش يا فندم انا اسف للاطاله. لا عينيا تحت امرك. بس انا فندم دلوقتي حضرتك عارف البلد في حاله طوارئ. تمام يا باشا تحت امرك، انا عينيا ليك. امان البلد في حاله طوارئ ومستشفيات ولا في عنايه ولا في اي حاجه من الكلام ده كله دلوقتي؟ لا ما انا عايز بس الفت نظرك لحاجه، ارتفاع السكر وهبوطه دي مشكله، والبلد والله لا في مستشفيات وفي ناس شغاله برضه. انا بتكلم من حلوان وشايف اللي فيها، فانا هستاذن سعادتك لو ممكن بس حضرتك تؤمر الكنترول تديني رقم تليفون. حاضر عيني تحت امرك طبعا طبعا
حاضر، هسيب لك الرقم بتاعي في الكنترول ونتواصل، وعناية ليك في اي حاجه، ما تقلقش خالص. شكرا. بس انا شايفك متوتر، المفروض ان انت ما تقلقش، التوتر ده للمريض، وان شاء الله الامور هتتظبط، ما تقلقش باذن الله تعالى. ربنا يطمن عليك يا استاذ محمد. اتفضل يا دكتور نكمل. فاحنا بنقول النمط الغذائي، مواعيد الاكل والنظام، لان ربنا خالق جوانا ساعه بيولوجيه. الساعه دي ملهاش علاقه بينا وسلوكياتنا. في ميعاد الجهاز الهضمي بينشط بندخل اكل بصوره معينه، في ميعاد بيبقى نشاطه اكتر بندخل اكل بصوره معينه تانية، في بالليل ما ينفعش الا الاكل الخفيف. الناس اللي بتاكل بقى مشويات وخضار ولحوم بالليل، طبعا ده هذا النوع من الاكل اولا ما بيستفدش منه، ثانيا بيبقى حمل على جهازه الهضمي، ثالثا بيقوم الصبح تعبان ويجي لنا بعد كده. فاحنا بنقول ان الفطار يبقى من الساعة مثلا 7 أو 8 لحد الساعة 10، الغداء بيبقى من 2 ل 3، العشاء من 7 ل 8. بس في الجو اللي احنا فيه ده يا دكتور ما نقدرش نعمل دي طبيعة جسمه، دي حركية ما بتتغيرش، لازم احنا اللي نتواءم معاها. والتركيب الوجبة طبعا احنا كمصريين للأسف بتدخل النشويات بكميات كبيرة قوي قوي في الوجبات بتاعتنا، وموضوع المحشي والحاجات اللذيذة دي. فطبعا رمضان داخل طبعا، احنا بنقول ان الوجبة الغذائية تكون قليلة النشويات، قليلة الدهون، كثيرة الخضروات، لأن الخضار بيحتوي على الألياف اللي هي تعتبر روح حيوية حركية الجهاز الهضمي. الألياف الموجودة في الخضار سواء الفاصوليا أو البسلة أو الكوسة أو البطاطس، الألياف اللي فيها بتنشط حركية القولون وتنظم حركية الجهاز الهضمي. وإحنا لما نيجي نشوف الوجبات بقى هنلاقي إن السلطة دي مكون أساسي، يأتي أي حاجة جانبية بعدها. فإحنا تركيب الوجبة وكمان تركيب الوجبة الغذائية بيختلف بين كل إنسان والتاني حسب طبيعة عمله وحركته. الناس اللي ما بتتحركش كتير وعملها مكتبي وما بتمارسش رياضة، ده يفضل جدا إن الخضار يكون كتير أكتر من النشويات عن اللي بيمارس عمل يدوي أو عضلي، لأن العضلات بتستهلك كمية من النشويات دي. فلازم يكون التركيب الوجبة يتناسب مع طبيعة النشاط بتاع الإنسان دوت. النقطة التانية إن إحنا يجب ان غذائنا يكون فيه جزء كبير من علاجنا. يعني الناس مثلا اللي بتشتكي بضعف التركيز بنقول لهم ركزوا على الوجبات اللي بتحتوي على عنصر الزنك، لان ده بينشط الجهاز العصبي وبيساعد على تحسين الوظائف. الناس اللي بتحتاج مجهود عضلي بنديها نسبة بروتين مع النشويات علشان عمل العضلات يبقى متناسق ومتوازن. برضو بننصح حبايبنا الناس ان انت كلت ما ينفعش الاكل والقعدة، لازم يبقى ليك ورد كل يوم ماشي ولو على الاقل نص ساعه. ده طبعا لان حركيه الجهاز الهضمي مرتبطه بحركيه الجسم. فالناس اللي ما بتتحركش كتير وبتتحجج بالحظ وبتتحجج بالحاجات دي. طب حضرتك اتفضلي، حضرتك نصيحتك في الايام اللي احنا فيها ديت مرض الكورونا، ايه الاكلات اللي هي بتقوي المناعه عندنا؟ طبعا احنا اولا ربنا يخفف عنا وعن العالم كله هذا الوباء اللعين، لان طبعا انتشاره كان بسرعه قويه جدا جدا، وفي فوبيا دلوقتي وفي هلع في العالم كله من الصور اللي بتتناقلها شاشات التلفزيون. فالكلام العلمي اللي اتقال حتى هذه اللحظه هو ان احنا الاكثار من شرب السوائل الدافيه، وطبعا بنقول اليانسون والنعناع والتليو والكاموميل والبردقوش، دي حاجات بترفع المناعه. النقطه الثانيه هي هرجع برضو للفواكه والخضار، لان المناعه الموضعيه في الجهاز التنفسي اساسها نوع من الايمينوجلوبولين اسمه ايمينوجلوبولين اي، وده عنصر اساسي في تكوينه فيتامين سي. فبالتالي اذا اكثرنا من الخضروات الطازجه والخضار في الاكل وخدنا كميات كبيره من فيروس سي، مناعه الجهاز التنفسي بتاعنا. وعايز بس اقول حقيقه بس اطمن الناس جزئيا، اول فيروس كورونا ما هواش خطير في تاثيره قد ما هو خطير في انتشاره، ويجب كلنا نعلم ان هو بيقعد في منطقه الحلق من 3 لـ4 أيام قبل ما بيهاجم الجهاز التنفسي. فاحد التوصيات اللي قالها معهد جورج هوبكنز في الولايات المتحده ان لو اتغرغرنا يوميا كوبايه ميه دافيه عليها معلقه واحده ملح ونص ليمونه، دي باذن الله كفيله ان اي فيروس يلتصق بمنطقه الحلق يتعمل له كليرنس او تنظيف يوميا. شرب الميه الكتير، الحلق الرطب هو حلق غير مناسب لفيروس كورونا نهائي. عدم وجود اي حاله من حالات العطش او جفاف الريق، لان ده هيساعد الفيروس في الالتصاق. نقطه ثالثه برضو ان يجب ان نعلم ان 70% من المرضى بيشفوا من فيروس كورونا بدون علاج، مجرد ان المناعه بتاعت الجسم تكون متوازنه،
مجرد انه يكون بيحرص على شرب السوائل الدافيه. اقصى حاجه بيديها لهم في الحاجه الصحي اللي بتعمل باراسيتامول وباذن الله بيشفوا. ولكن الشرائح اللي بتبقى معرضه للخطوره هي من هم فوق سن ال 65، المرضى التليف الرئوي، مرضى ضعف المناعه اللي بياخدوا علاج كيماوي للاورام، الناس اللي عندها تضخم في عضله القلب، دي بتبقى محتاجه نوع من الرعايه الصحيه الخاصه. لكن فيما عدا ذلك لا، ان شاء الله المناعه العاديه. ونقطه مهمه برضو التوتر، في علاقه اساسيه يا دكتور وقتنا انتهى بين التوتر وبين الجهاز المناعي. نتمنى ان احنا نكمل. الله يخليك. ان شاء الله هتشرفنا في حلقه تانية. تحت امرك يا فندم. اعزائي المشاهدين، لقد سعدت بوجودي معكم، ويا رب اكون اسعدتكم. وان شاء الله انتظروني يوم الجمعه الجايه في برنامج عيشها بسعاده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.